اهلا وسهلا مهما كنتم متابعي قناه السعوديه، مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي من السعوديه. موعدنا معكم ثابت ويتجدد كل جمعه وسبت، نقدم لكم العديد من الفقرات والمواضيع المختلفه والمتفرقه مع زميلتي نهى. يسعد لي مساك. ويسعد مساك عبد العزيز، علينا وعليك يا رب. اكيد احنا موعودين مع مشاهدينا ونقول لهم يسعد مساكم بكل خير وسعاده، ويا رب تكون عطله نهايه اسبوع جميله، خصوصا لكل من انضم لبرنامج من السعوديه. عندنا الكثير والكثير، كل مستجد كل اجابه لاستفهاماتكم. برنامج من السعوديه والبدايه بالعناوين. تمهيدا لطريق المستقبل، اطلاق نظام محدث للاستثمار. في أولى مشاركاته الدولية، المنتخب السعودي يعانق العالمية. وبرنامج تبادل الكلى، خطوة لتعزيز عمليات التبرع. إذن كانت هذه أبرز عناوين حلقتنا لهذا اليوم. الآن نتابع أبرز ما جاء من أخبار في المشهد السعودي الأسبوع الماضي. مجلس الوزراء السماح للمستثمر الأجنبي حرية تحويل أموال داخل المملكة وخارجها دون تأخير، وتحويل عائدات استثماره وأرباحه وبيعه أو تصفيته عبر القنوات النظامية. وزارة التعليم تلزم كافة المدارس بتزويد أولياء الأمور بالخطط التعليمية والأنشطة المدرسية أسبوعياً لمتابعة أوضاعهم الدراسية. وزارة الموارد البشرية تحقق أعلى النتائج في مؤشر نضج التجربة الرقمية عبر منصتي قوى ومساند. الهيئة الملكية لمدينة الرياض تعلن البدء في تنفيذ مشاريع برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسية في مدينة الرياض. هيئة الإحصاء استقرار معدل التضخم في المملكة عند 1.5% خلال يوليو 2024. بنك التنمية الاجتماعية يعلن عن تحدي جيم ثون لابتكار ألعاب إلكترونية تهدف إلى تعزيز الوعي المالي والادخار. صندوق تنمية الموارد البشرية يقدم استثناء في شروط منتج دعم التوظيف دعما للمنشآت لرفع نسبة التوطين. الحكومة الرقمية تعلن ارتفاع مؤشر نضج التجربة الرقمية إلى أكثر من 85% في عام 2024. مجلس شؤون الأسرة يدشن حملة الحياة مهارة لتعزيز المهارات الشخصية والمهنية لدى الأطفال. سواني تحصد جائزة المذاق الرفيع من المعهد الدولي للمذاق والجودة العالية. إنفاق السياح الوافدين إلى المملكة من الخارج على مرافق الضيافة تجاوز 45 مليار ريال خلال العام 2023. المنتخب السعودي يحصد جائزتين عالميتين في أولمبياد المواصفات في أولى مشاركاته الدولية. تشارك
تشارك وزارة الثقافة في منطقة السيتي ووك، واحدة من مناطق موسم جدة 2024، من خلال تفعيل مبادرة عام الإبل 2024 للتعريف بالإبل بوصفها رمزا ثقافيا وتاريخيا وحضاريا أصيلا في المملكة. تفاصيل نشوفها مع زميلتنا آية سحرتي. للإبل قيمة ثقافية أصيلة في المجتمع السعودي، وهي رمز للأصالة والتراث العريق وعنصر أساسي من الهوية السعودية. وهنا في السيتي ووك ضمن فعاليات موسم جدة 2024 يقدم جناح وزارة الثقافة مبادرة عام الإبل 2024 للزوار في تجربة تفاعلية ثقافية مميزة. صراحة جدا جميل، كان مرة ومرتب. فعندنا تعرفت على أصوات الإبل وتعرفت على النقوش التاريخية وتعرفت على زينة الإبل وأسماها ومعانيها. يتضمن الجناح ركن جمالي يحتوي على مجسمات للإبل وجداريات تعريفية بالمبادرة وتجربة صوتية تتيح للزوار سماع أصوات الإبل وتجربة تفاعلية تستعرض أبرز النقوش التاريخية المرتبطة بالإبل، بالإضافة لمنطقة عرض زينة الإبل وأدواتها ومنطقة خاصة بمنتجات الإبل. والله تجربة أحس أن يبغى لي أعيد كذا مرة حتى أعرف أنواعها، أو يبغى لي يكون معي إبل علشان أعرف أكثر. يعني أسماء الإبل كثيرة جدا، أي تقريبا حوالي 10 أسماء مختلفة، هل كان عندك معلومات ولا أضافت لك المعلومات؟ لا أضافت لي صراحة معلومات أنا ما كنت أدري عنها. بصفة عامة أو بشكل عام كان جيد جدا المكان. طبعاً خليني أتكلم بخصوص ما يخص الإبل، كانت فيه معلومات جيدة جداً الصراحة. طبعاً بحكم أن يعني واحد عنده معلومة لكن ما هي بدقة اللي متوفر من معلومة الآن هنا، فهذه جيدة. وحتى لو تبنى عليها قاعدة بيانات كمان هتكون أجمل وأجمل. أنا أهم يعني حقيقة عجبني كثير المنتج للإبل، ما كنت أعرف عنه شيء أبداً، فكانت هذه غير طبعاً الحليب، فكانت هذه المعلومة جيدة جدا. تهدف مبادرة عام الإبل 2024 في موسم جدة للتعريف بعام الإبل وإبراز أهميتها من منظور ثقافي يعكس قيمتها التاريخية في المجتمع السعودي وتعزيز الارتباط بالموروث الثقافي من خلال تقديم تجربة مميزة للزوار تسلط الضوء على هذا الجانب الهام في التراث السعودي. حياكم الله من جديد، وأول مواضيع حلقتنا لهذا اليوم، حيث أطلق المركز السعودي لزراعة الأعضاء البرنامج الوطني لتبادل الكلى بين الأسر. وتتمحور فكرة البرنامج حول تبادل الكلى بين الأسر للأشخاص الذين يحتاجون لمتبرعين، بحيث يتم تبادل الأعضاء بين عائلتين أو أكثر في حال عدم تطابق العضو المتبرع به من شخص حي مع المريض. تفاصيل أكثر عن هذه الفكرة معنا على الهاتف مدير البرنامج الوطني لتبادل المتبرعين الأستاذ عبد الرحمن الذيابي. حياك الله أستاذ عبد الرحمن. أهلا وسهلا أخويا، مرحبا وسهلا، حياكم الله. يعني أنا ودي بس في البداية تفسر لي معنى التبادل، تبادل الكلى، يعني وش فكرة هذه المبادرة ولماذا سميت بهذا الاسم بين الأسر وفكرته بالتفصيل؟ طيب أول شيء شاكر لكم مقدر. الفكرة الرئيسية هو أنه زراعة الكلى هي الهدف الرئيسي للمريض في الشريان الكلوي. نعم. لأن النتائج تكون فيها أفضل من ناحية صحية وجودة حياة. كثير من المرضى يوجد لديهم عائق مناعي رغم وجود متبرع، فيكون الحل الوحيد هو عن طريق الخيارات العلاجية زي غسيل البلازما وإنزال هذه المضادات، وممكن تنجح وممكن عدم نجاحها، وتكون مكلفة، نتائجها أحيانا غير مرضية، نسب الرفض تكون عالية، عمر العضو يكون أقصر.
تمت دراستها يعني بشكل يعني مستفيض من قبل أستاذ؟ طبعا هو هي يعني معلومات معروفة علميا ومنشورة وعليها تجارب كثيرة. فكان الأفضل الخيار الأفضل هو إيجاد متبرع مطابق أفضل لهذا المريض غير المتبرع اللي من العائلة اللي هو جايبه أصلا. فموجودة هذه البرامج أصلا في مراكز الزراعة في السعودية من عدة سنوات، يعني نعملها في عدة مراكز، لكن المشكلة الرئيسية هو وجود عدد أقل من المتبرعين. فوجود عدد قليل من المتبرعين يجعل الفرصة قليلة للمريض، خاصة المريض الذي يعاني من مناعة عالية وصعوبة إيجاد متبرع مطابق له. فكان الخيار الأفضل هو الانتقال لقائمة وطنية واحدة تشمل عدد أكبر من المتبرعين، فتعطي فرص أكثر لهؤلاء المرضى. فالمريض صاحب المناعة العالية التي صعب يجد متبرع مطابق، كل ما زاد عدد المتبرعين كل ما زادت فرصته. هذه هي الفكرة الرئيسية. طبعا إيجاد متبرع مطابق من خلال هذه القائمة يعني نسب نجاح أعلى، يعني تكلفة أقل، نسب رفع أقل، عمر أطول للكلية. جميل. طيب أستاذ عبد الرحمن، ودنا نتعرف أكثر على آلية التبادل اللي تكون بين العائلتين. الآن وجد العضو المناسب وتم زراعته للشخص المحتاج لهذا العضو، بعدين وش الآلية اللي بين العائلتين تصير؟ طبعا هي قائمة بيانات أو قاعدة بيانات يتم فيها وضع معلومات المريض بكامل معلوماته، خاصة المعلومات النسيجية، معلومات فصائل الدم، المناعة، أيضا قائمة معلومات أخرى خاصة بالمتبرعين عن طريق سوفتوير مبرمج لهذه الصيغة. يتم السوفتوير أو البرنامج يقوم بالتعرف على المطابقين بين الأفراد. مثلا المريض ألف متبرعه باء والمريض جيم متبرعه دال، يتم التبادل بين المتبرعين. في حال التعرف على التبادل بين ألف ودال وجيم وباء، يتم التنسيق عن طريق مركز زراعة الأعضاء، مركز السعودية زراعة الأعضاء، وعن طريق المستشفيات التي يتواجد فيها هؤلاء المرضى والمتبرعين. يتم تحديد العملية في نفس الوقت، المتبرع ينتقل إلى المستشفى الآخر الذي يجد فيه المريض. زي ما ذكرت العملية تبدأ في نفس الوقت حتى لا يتم الضرر بأي متبرع أو أي مريض. ويعني نتائج الحمد لله جيدة، فكانت البداية تقريبا قبل يومين، وبإذن الله هدفنا هو الاستمرار والتطوير. جميل. طيب أنتم لكم تجربة أستاذ يعني في زراعة الكلى التبادلية اللي أجريت بين زوجين من المرضى ومتبرعيهم، كيف كانت النتيجة، كيف تصفها؟ طبعا التجربة زي ما ذكرت إنها ما هي الأولى، إحنا لنا تجارب كثيرة في المراكز، يعني بحكم أنا شغلي أنا في مستشفى الحرس الوطني، إحنا نعمل على مستشفى على مستوى المستشفى، مستشفى التخصصي يعمل على في نفس المستشفى، الدمام في نفس الطريقة. التغير الوحيد صار إنه مشروع وطني بدل ما هو مشروع محلي على مستشفيات يكون عدد المتبرعين فيه قليل، لا احنا انتقلنا الى قائمة وطنية فعدد المتبرعين يكون مضاعف. طبعا لما تكبر وتصير التبادل بين مستشفيات تكون التعقيدات اللوجستية اكبر، انظمة مختلفة، مناطق جغرافية مختلفة، ترتيب اصعب، يعني الموضوع يحتاج تنسيق كبير ومراجعة دقيقة حتى تتم بطريقة آمنة. صحيح. طيب أستاذ عبد الرحمن، لما نتكلم عن برنامج وطني بهذا الحجم أكيد لكم شركاء داعمين ومشاركين في هذا البرنامج الوطني، خصوصا فيما يتعلق بحياة المريض وحياة أسرته كمان. المشروع طبعا بدأ تحت مظلة المركز السعودي لزراعة الأعضاء، هو المشرع وهو يعني المنسق لهذا الموضوع، ويتم إدارته عن طريق المركز السعودي. الشركاء هي المستشفيات التي تشارك بمعلومات مرضاها، وطبعا مرضانا ومتبرعيهم، المتبرعين يعتبرونهم المصدر الأساسي والوقود لهذا المشروع. جميل. إن شاء الله يعني هذه التجربة تؤتي أكلها، يعني هذه خطوة جميلة و يعني راح تفيد الكثير من المستفيدين، لأنه في كثير من الناس يحتاجون هذه الأعضاء بشكل سريع. شكرا لك مدير البرنامج الوطني لتبادل المتبرعين الأستاذ عبد الرحمن الذيابي. نروح لموضوع آخر، حيث اختتمت اليوم هيئة تطوير بوابة الدرعية نسخة الثانية لبرنامج آفاق الدرعية الصيفي لعام 2024 الذي تم بالتعاون مع 6 جهات شريكة. وقد تميزت النسخة الحالية من البرنامج بتقديمها ل6 مسارات إبداعية تركز على قيم وإرث
الدرعية، وذلك في إطار تعزيز المعرفة الثقافية وتنمية المهارات الشخصية للشباب والشابات الذين تتراوح أعمارهم ما بين 9 و17 عام. وهدفت النسخة الثانية من البرنامج إلى تعزيز فهم المشاركين لقيم الدرعية وتطوير مهاراتهم القيادية وزيادة الوعي الثقافي لديهم من خلال تنظيم ورش عمل متخصصة. وقد امتد البرنامج على مدار 4 أسابيع، شارك فيه أكثر من 700 متدرب مع تسجيل 3500 شخص. يهمنا دائما نحن نطلعكم ونستعرض معاكم كثير من القرارات المحدثة. واليوم مشاهدينا الكرام، نظام الاستثمار المحدث واللي يمهد الطريق لمستقبل الاستثمار في المملكة ويهدف إلى جذب الاستثمارات العالمية من خلال حقوق واضحة وتعزيز للمنافسة العادلة وتيسير البيئة التنظيمية في ظل رؤية السعودية 2030. للحديث أكثر حول هذا النظام معنا في الاستوديو الدكتور محمد مكني، أستاذ المالية والاستثمار بجامعة الإمام. أهلا وسهلا فيك دكتور. حياك الله دكتور. الله يسلمك، سعيد جدا بالتواجد. يا أهلا وسهلا دكتور. خلينا في البداية ناخذ نبذة سريعة عن الاستثمار بشكل عام في السعودية. طبعا ما في شك أنه لما نتكلم عن الاستثمار فإحنا بنتكلم بصراحة على عنصر مهم جدا لبناء اقتصاد مزدهر. اليوم ما في دولة حابة أن هي يكون عندها نمو مستمر وتقدم حقيقي، لا بد يكون عندها أنظمة تدعم وتجذب الاستثمار والتنافسية في الاستثمار، سواء ما بين المستثمر الأجنبي أو المستثمر المحلي. المملكة في السنوات الأخيرة، خلينا نقول سنوات ما بعد إطلاق الرؤية، أصبح عندنا صراحة تحول كبير جدا في مسألة النسب اليوم اللي احنا موجودة عندنا من الاستثمار الأجنبي المباشر. من عام 2017 حتى 2023 أصبح عندنا نمو في الاستثمار الأجنبي المباشر 61%. لو قارنا فقط سنة 23 بعام 2017 حنجد أنه عندنا نمو في الاستثمار الأجنبي المباشر 158%. وهذا ما كان بيحدث لولا أنه هناك فعلا دعم كبير جدا من الجهات المختلفة ومن الدولة في ظل الرؤية أنه تكون فعلا المملكة بيئة تنافسية، بيئة فيها كثير من المشروعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي، واصبحنا اليوم بنلمسها. ما يميز الاستثمار أو أهمية الاستثمار بالتحديد أنه محرك لمؤشرات اقتصادية أخرى. يعني اليوم أنت لما تحضر الاستثمار الأجنبي وتمكن الاستثمار المحلي، فمعناته أنت حتساعد في مؤشرات البطالة، تبدأ في الانخفاض لأنه حيصبح عندك خلق في الوظائف. ليه بنقول جاذبية؟ لأنه الجاذبية بتعطي الاستدامة، وهذا أمر مهم اليوم عندنا في الرؤية. لابد يكون عندنا استدامة، يعني مو هدفنا الحقيقة فقط أن نخلق وظيفة في وقت محدد، نريد أن يكون عندنا استدامة في خلق الوظائف يتوافق مع حجم الخريجين، مع حجم عدد السكان المستقبلي وغيره. فبالتالي الاستثمار الأجنبي يساعدك في مثل هذا الأمر. غير كذا إن أنت اليوم تبغى تتحول من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد العصري، وعشان تروح للاقتصاد العصري لابد أن يكون عندك استثمارات نوعية. المملكة في السنوات السابقة يعني أنشأت مجموعة من المدن الخاصة، خلينا نقول المدن الصناعية الخاصة اللي بتستهدف صناعات نوعية مثل صناعة السيارات، صناعات العسكرية، صناعات التعدين وغيرها من الصناعات الوطنية والصناعات الوطنية المختلفة، وبتدعم حقيقة في هذا المجال اللي هو تمكين المستثمر المحلي كمان. غير كذا أنت تحتاج أنك تستقطب التقنية. من فين نجيب التقنية؟ بأنك تتيح المجال للمستثمر الأجنبي أنه يشارك الحقيقة في التنمية الوطنية مع إعطاء محفزات نوعية. طيب أنت اليوم إيش أهم حاجة للمستثمر؟ أهم حاجة للمستثمر أن يشعر أن هناك نظام يدعم هذا المستثمر، شفافية، وضوح، عدالة، تساوي في الحقوق والواجبات، مرونة. هذا كله الحقيقة موجود عندنا. حتى لاحظوا معايا من انطلاق الرؤية إلى اليوم
كثير من التنظيمات والأشرعة تغيرت صحيح. والتطوير موجود وبالتالي خلني أستوقف كده يعني هذه مرونة جيدة جدا يعني الآخر جملة قلتها يعني هذا يضطرنا لسؤال نعرف الفرق ما بين نظام الاستثمار الأجنبي الذي أطلق في عام 1921 على ما أعتقد وبين هذا النظام الاستثماري المحدث أبرز النقاط المختلفة اليوم يلغي أولا نظام الاستثمار الأجنبي لأنه هذاك النظام اللي في عام 1421 كان فقط يركز على الاستثمار الأجنبي اليوم أصبح هناك في كلا الاستثمارات سواء أجنبي أو محلي تحت نظام واحد اللي هو نظام الاستثمار النظام هذا قبل إطلاقه أولا مر في مراحل حقيقة خليني أقول موضوعية ومنهجية صحيحة أولا الدراسات الاستشهادية بدراسات معيارية من دول في مجموعة العشرين وأيضا واجهت نفس التحديات في عملية الاستثمار ونجحت في نجاح منها مثل الولايات المتحدة الأمريكية سنغافورة إندونيسيا وفي المنطقة عندنا الإمارات العربية المتحدة 6 دول صحيح بداية من دراسة الوضع هذه الحالي. تعتبر نماذج يعني هذه نماذج اللي أخذوا كمراجع يعني نعرف كيف كان الاستثمار عندهم وين وصل اليوم بدأنا بدراسة الوضع الحالي في السعودية بعد كذا انتقلنا لمرحلة الدراسات المعيارية عشان نشوف إيش هي المقاييس الدولية المفترض إحنا نكون عليها لحد ما تم تحديث هذا النظام وإصداره من مميزات هذا النظام اللي هو زي ما قلنا المساواة في الحقوق والواجبات بين المستثمر الأجنبي والمستثمر المحلي أيضا الشفافية والوضوح هتلاحظ أنه النظام بسيط وسهل حقيقة وفهمه سهل قراءته يمكن حوالي 6-7 صفحات ألغوا حاجة اسمها ترخيص العمل أو ترخيص الاستثمار اليوم أصبح المستثمر الأجنبي يروح يسجل في السجل الوطني للاستثمار الموجود في وزارة الاستثمار وهذا حقيقة بيسرع الإجراءات عندك الأمر الآخر سهولة في عملية التحويل مدخرات المستثمر الأجنبي اللي هي عوائد من الاستثمار بالعملة المحلية أو بأي عملة معترف فيها التعاملات المالية تكون التعاملات يعني. المالية أصبحت سريعة وسهلة وأيضا يعني خليني أقول تعطي المستثمر الأجنبي ثقة في أنه هو تحت مظلة نظام سهل وبسيط يساعده على أنه يجي ويستثمر أمواله خليني أشير لنقطة مهمة إحنا أطلقنا في عام 21 الخطة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الهدف الأساسي من الاستراتيجية هذه أنه نضاعف من حجم الاستثمارات حتى عام 2030 3 مرات نضاعف حجم الاستثمارات ونضاعف الاستثمار السنوي 20 مرة ونريد أن نصل ب يعني حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية من 20% في عام 2019 إلى 30% في عام 2030 فلاحظ الحقيقة الخطة الاستراتيجية الوطنية تتوافق مع تحديث النظام غير كذا لو رحنا للخطة للاستراتيجية الوطنية للصناعة أطلقنا الاستراتيجية الوطنية للصناعة من أجل دعم 12 صناعة نوعية منها زي ما ذكرنا صناعة السيارات صناعة الأمور العسكرية وغيرها من صناعة التعدين ففي عندنا الحقيقة مجموعة من الصناعات النوعية اللي نبغى ندعمها فلاحظوا أنه الاستراتيجيات اليوم أنت بتسهل عليها من خلال إطلاق مثل هذه الأنظمة اللي بتساعد في عملية أنك أنت تكون جاذب للاستثمار الأجنبي وفي نفس الوقت دائما إحنا بنربط مسألة تمكين المستثمر المحلي لأن المستثمر المحلي في النهاية أيضا هدف رئيسي بالنسبة له في رؤوس أموال كبيرة يعني في البلد يعني لو استفدنا منها كاستثمار محلي وغير كذا أنت أصلا دائما الاستثمار المحلي هو فعليا بيكون دائما هو المحرك الرئيسي لأنه في نهاية الأمر إحنا بنعرف عنده حرص أكبر في عملية توظيف السعوديين عنده حرص أكبر في عملية تمكين القيادات واكتساب الخبرة وبالتالي تصبح عندك فعلا صنع في السعودية وبالتالي بأيدي السعودية وهذا هو الهدف الرئيسي في النهاية فما في شك أنه في أمور كثيرة الحقيقة أنا أعتقد أنه هذا النظام حيساعد عليها كان عندنا مستهدف في عام 23 أن نصل بحجم الاستثمار الأجنبي إلى 22 مليار إحنا جبنا 19 مليار أقل من يعني أقل من المستهدف لكن أتوقع أنه بعد إطلاق النظام المحدث احنا حنحقق يعني اهدافنا الاستراتيجيه حتى عام 2030 لانه حيساعد بشكل كبير في هذا الامر طيب دكتور الان مع هذه الانظمه وتحديث الانظمه يعني احنا نتكلم الان في الاستثمار بشكل عام لما يقول لك حدث النظام معناته اضيفت ميزات خلاص هذا اللي وارد فكيف نقدر نتكلم عن الفرص الاستثماريه اللي حتكون موجوده في المملكه خصوصا في ركائز اصلا عندنا جاذبه يا سلام هذا جدا مهم انه احنا اليوم اولا زي ما ذكرنا عندنا مدن خاصه هذه المدن الخاصه هي بتستهدف نوع معين من الاستثمارات مثل هذا النظام المحدث حيساعد كثير في جذب هذه الاستثمارات النوعية المحفزات مهمة جدا للمستثمر أي مستثمر اليوم يهمه إيش المحفزات اللي بتقدمها لي كدولة وكبلد ما في شك إنه إحنا في منطقة الخليج أهم ميزة عندنا هي الموقع الاستراتيجي موقعنا الجغرافي جدا مهم الأمر الثاني أصبح بالنسبة للمستثمر المملكة لديها رؤية واضحة
يعني في السابق يمكن ما كان عندنا هدف المستثمر الأجنبي استثماري وين رايح. اليوم لا، احنا قاعدين ما في ضبابية، كل شيء واضح الآن، أصبحت الأمور واضحة. احنا نبغى المستثمر الأجنبي لأنه عندنا الخطة الاستراتيجية هذه تستهدف 1-2-3 من الصناعات. نبغى الصناعات هذه تكون أو هذه الصناعات تنتقل من الاكتفاء المحلي إلى أنه نصدرها لجهات أخرى. فأصبح للمستثمر حقيقة عنده رغبة أنه يحضر للمملكة، عنده رغبة أنه يشارك بقوة، أصبحت بالنسبة له فرص، لأنه في نهاية الأمر المستثمر يبحث عن الربحية. صحيح. فغير كذا أنت تبغى تكون أسواقك في سواء في أفريقيا في أوروبا يعني نقطة وصل مهمة جدا لأي مستثمر قادم من الشرق، والعكس تماما للمستثمر الأجنبي القادم من الغرب، حتكون أيضا أسواق جديدة حتفتحها في الشرق الآسيوي. وبالتالي ما في شك موقعنا الجغرافي من أهم المزايا الاستثمارية. صحيح. يعني إحنا نملك كافة المقومات دكتور لأن نصل إلى ما نصب إليه من مستهدفات 2030 في قوة الاستثمار المحلي والأجنبي، خصوصا الثورة التقنية وسرعة الإجراءات التي يتحدث عنها العالم. شكرا لك الدكتور محمد مكني، أستاذ المالي والاستثمار بجامعة الإمام. طيب هنروح لروح السعودية، عودناكم في كل حلقات برنامج من السعودية خصوصا في هذه الإجازة أن نتنقل بكم إلى مصايف المملكة العربية السعودية. نبدأها من أبها، تراها تهول صح ولا لا يا محمد؟ مساك الله بالخير، الصوت والصورة لك، تفضل. ما يمسك بالنور، عسير تهول يا عبد العزيز. عسير وأبها تهول وكل المراكز ومحافظات المنطقة ما شاء الله. تفضل. اي والله الاجواء جميله، وفعلا الزوار يا عبد العزيز ونهى يستمتعون بعدد كبير من الوجهات السياحيه في منطقه عسير. طبعا اليوم احنا مع ختام تغطيتنا لموسم صيف عسير 2024، هذا الموسم اللي يستمتع فعلا الزوار بعدد كبير من الوجهات بالاضافه الى عدد كبير من الفعاليات. ختام هذا الموسم مع حفله لجوله المملكه للفنان الكبير عبد المجيد عبد الله، بالاضافه يا عبد العزيز ونهى الى ديربي الغضب مساء غدا ان شاء الله، كاس نهائي كاس الدرعيه للسوبر السعودي بين الهلال والنصر. صراحه كان فعلا هذا الموسم الى اخر لحظه في الاجازه كان فعلا يشهد حضور وتفاعل سواء على مستوى البرامج الانشطه. طبعا اليوم انا اتواجد في هذا الموقع السياحي والمعلم السياحي في منطقه عسير وفي مدينه ابها، في ابها الجديده، هذا الموقع المتجدد ويعتبر من الوجهات المميزة في منطقة عسير وفي مدينة أبها. وحابين اليوم نتكلم عن الفنون والإبداعات اللي قدمت في موسم صيف عسير 2024. يسعدنا أن نرحب بالفنانة صالحة الألمعي. نرحب فيك أستاذة صالحة، سعيدين بتواجدك معنا على شاشة السعودية، الله يحييك. حياك الله أستاذ محمد، سعيدة أني أطلع معكم على الهواء. الله يحييك. خلينا نبدأ علشان لا تستعجلين علينا، خلينا شوي. سعيدين بتواجدك معنا اليوم. خلينا نتكلم بما أن في ختام الموسم، كيف كان الموسم بشكل عام؟ كيف كنتوا يعني مع هذه الإجازة يعني تقضونها؟ والله عسير تتميز في أشياء كثيرة. عندما أتحدث عن عسير فهي عسير في رأيي، وقد يغالطني البعض، فهي عسير فيما معناها سيدة، هي أنثى سعيد، أنثى عسير. فأتكلم عن أجواءها ومناطقها السياحية وتنوعها في السياحة. تجولنا في منطقة عسير، سهلها وجبلها، هي تنت عسير السراء وعسير تهامة، فيها طقسها يتميز، طقسها من جبل إلى سهل إلى تهامة وسراء. عندما نتحدث عن منطقة أبها فيها فعالياتها ومنتجعاتها وجمالها، وهو الجو يفرض نفسه، جو منطقة عسير المنطقة الجنوبية بشكل عام قاطبة، جوها ومناخها يفرض نفسه بعاداتها بتقاليدها بموروثها بأشيائها الجميلة. عندما تتجه للنماص رجال الحجر بالأحمر بالأسمر النماص الدنومة إلى بلقرن سبت العلاية، عندما تتجه إلى شرق لبلاد قحطان، هذه المنطقة كل منطقة تتميز بكل ما فيها جميل. عندما تتجه إلى السودة فيها منتجعات، فيها قلاع المتحمي، فيها أبو سراح، فيها أنشأت السنة هذه، في السنة هذه رأيت فيه
أشياء جديدة وجميلة في نفس الوقت، ولكن لابد أن ينظرون لمنظار أنها يكون في تنوع في الأشياء وفي المنتجعات في الفعاليات، تنوع ما يكون زي بعضها البعض. فالمنطقة منطقة عسير جميلة جدا. اليوم خلينا نتكلم عنك أنت على المستوى الشخصي، بالنسبة لي يعني ما شاء الله أنت فنانة معاصرة وفي نفس الوقت يعني لك في هذا المجال يعني باع كبير، كلمينا عن الفنون خصوصا يعني نتكلم عن فن القط العسيري، حضوره في مثل هذه المناسبات وفي هذه المواسم، وفي نفس الوقت انت دمجتي معه التصاميم والازياء العسيريه، اعطينا صوره كذا كيف قدرتي انك تقدمين هذه الصوره؟ والله يا استاذ محمد هذا الشيء موهبه فيني من صغري، وكلها القط العسيري والثوب العسيري اللي هو الزي كلها مرتبطه في بعضها. انت عندما تنظر للقط العسيري والأشكاله والمعيناته وتنظر للزي العسيري تجد ما في القط العسيري في الزي العسيري كلها مربوطة في بعضها. جميل، خليني أتكلم معك عن كيف تشوفين الزوار خصوصا احنا نتكلم يعني مناطق المملكة، يعني احنا متقاربين في الأصالة وفي التراث وفي الكثير من من هذه الأصالة، لكن نبغى نتكلم عن الزوار خصوصا من خارج المملكة، كيف يعني تفاعلهم مع أزياء المنطقة؟ شيء جميل وشيء ترى يقدرونه، التراث هذا من الموروث، عندما يأتون من مفروض ننقل صورة جميلة، ننقل صورة جميلة للسواح من خارج المملكة ومن العالمية ككل، مو دول الخليج أو المملكة، عالميا ننقل صورة جميلة، وهي فعلا صورة جميلة عن القط العسيري، عن الثوب العسيري الأصيل. الأصيل الثوب الأصيل يا أستاذ محمد، الثوب الأصيل لابد ينقل عنه نقلة وصورة صحيحة، يعني نقدر نقول مثل ما هو. الله يعطيك الصحة والعافية، شكرا لك أستاذة صالحة وسعدنا بتواجدك معنا، الله يعطيك العافية، شكرا شكرا. عبد العزيز ونهى، ما شاء الله الغيم الآن على مدينة أبها، يعني نقدر نقول إن شاء الله وقتنا المعتاد يعني خلال النصف ساعة القادمة تكون يعني أمطار على مدينة أبها وضباب ومعانقة للسحاب، يعني الأجواء كان فعلا الزوار يستمتعون بالكثير من الوجهات السياحية من ضمنها هذا الموقع الجميل. يعني المواقع القديمة أصبحت اليوم حديثة ومتجددة وبصورة يعني جميلة، بالإضافة إلى أفكار شبابية، تنوع في الفعاليات، يعني القديم والجديد كله في عسير تهول، وفعلا كانت تهول. أعود لكم بالصوت والصورة في الرياض، تفضل. الله يعطيك العافية زميلنا محمد الأحمري، استمتعوا بهالأجواء الجميلة الله يديمها. احنا أكيد مستمرين معاكم لكن فاصل وراجعين لكم. حياكم الله من جديد، راح نتكلم عن موضوع مهم يخص موضوع الحقوق في الاستثمارات العقارية وحماية لحقوق جميع الأطراف، العلاقة التعاقدية يسعى القطاع العقاري لتنظيم التعاملات والوفاء بالالتزامات وحفظ حقوق جميع الأطراف وإنجاز المشاريع العقارية من خلال حصر المخالفات لنظام البيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة ولائحته التنفيذية والعقوبات المقرر لها، وذلك في حوكمة أعمال الرقابة والامتثال بجميع إجراءات واشتراطات التراخيص الخاصة ببيع وتأجير وحدات عقارية على الخارطة. تفاصيل أكثر، يسعدنا أن يكون معنا المهتم بالشأن العقاري الأستاذ صقر الزهراني، مهتم بالشأن العقاري. حياك الله أستاذ صقر، يا مرحبا. سلمك الله وبقاك، يا هلا مرحبا. يا مرحبا. يعني احنا الان نقرا قراءه لما قبل اصدار مثلا قرار يخص هذه الاشتراطات او هذه المبادره. بدايه، ما هو مفهوم البيع على الخارطه؟ الله يعافيك، مفهوم البيع على الخارطه هو شراء الوحده في مراحل البناء حتى اكتمال المشروع. يعني تقدر تشتري اليوم الوحده في مراحل البناء، تختلف الأسعار ونسبها بناء على هذه المرحلة. جميل. طبعا يكون التفاصيل طبعا حسب يعني العميل يطلع على نماذج
مثل الماكيتات او وحدات العارض او طب هذه صارت في شمال الرياض في بعض المشاريع يعني شافوها على الخارطه واشتروا يعني زي مثلا مشروع روشن وزي صح ولا لا؟ نعم صحيح صحيح هذه تجربه مميزه يعني ويعني الحكومه ومثلا بالهيئه العامه للعقار تولي هذا الموضوع معناتها لنا تجربه سابقه يعني نعم نعم صحيح لنا تجربه ومميزه ويعني اليوم اللي وصلنا له تطوير التجربه هذه وايضا وصلنا لمرحله عاليه من الشفافيه اليوم كانت بعض الشركات محدوده اللي تدخل في قطاع البيع الخارطه اليوم الهيئه العامه للعقار ممثله بنظام البيع والتاجير على الخارطه حفزت الموضوع هذا وضبطت العمليه اكثر وجعلتها محوكمه وشفافه اكثر. جميل. طيب استاذ صقر يعني غالبا يعني شوف ما في موضوع او امر يخلى من ممكن بعض الملاحظات، ودنا نعرف وش ابرز وسائل ممكن الاحتيال في البيع على الخارطه واللي المفروض يعني يعرفها المطور نفسه كحقوق له ايضا المشتري كحقوق له. اليوم ما يصل المطور اساسا لمرحله البيع على الخارطه الا يمر بمرحله تاهيل ورقابه ويعني حتى ان المطور لا يعني لا يمتلك الاموال اللي تحصل مثلا مشاريع البيع على الخارطه هي تكون في حساب يسمونه الحساب الضامن وبرضه لازم يتاكد يعني العميل اليوم عشان يتاكد من العمليه هذه لازم يكون مثبتة بعقود وتكون مصرحة وأيضا يتأكد مطابق المعلومات مع الواقع. هذا حساب الضامن هذا حساب تابع لأي جهة أستاذ صقر؟ جهة محايدة هي محايدة جهة مالية نعم نعم ومعلوماتها موحدة وثابتة نعم نعم صحيح يعني لأنه سبق وأن حصلت يعني عمليات احتيال في دولة مجاورة على مستوى أو دولة عربية يعني باعوا يمكن أنت عارف القضية باعوا عقار على الخارطة وبعدين اكتشفوا أن العقار مو موجود على الخريطة أصلا فإحنا نسأل عن يعني ضمان حقوق الطرف الآخر من هي الجهة المخولة للدفاع عن المستفيد أو المستهلك فيما يخص هذا الموضوع اليوم عندنا إحنا ثلاثة جهات تشريعية عندنا الهيئة العامة للعقار ووزارة البلديات والإسكان وعندنا الجهات التشريعية والقانونية هي اللي تضبط الأمور طبعا اليوم في عقد أساسا هو عقد موحد يعني الجميع ملتزم فيه سواء مطورين أو جهات مالية أو آخرة وهو محوكم وأعتقد إن شاء الله نوصل اليوم لمرحلة من النضج كفاية ممتاز. جميل. طيب كيف ممكن يحد النظام المقترح التلاعب في الأسعار المدة تعرف يعني الناس تكون ملتزمة وقاعدة تدفع شهريا وممكن يكون في إيجار فالشيء هذا ممكن يلعب في نفسية المشتري فالأمور هذه كيف تكون مثلا واضحة وثابتة ما تتعدى المهلة المحددة طيب اليوم المطور العقاري أساسا ما يقدر يستلم الأموال إلا بناء على عن طريق وسيط أو عن طريق وسيط نعم بناء على دفعات محددة يعني على مراحل محددة يستلم الأموال عليها اللي ذكرناها في البداية اللي هو الحساب الضامن ومراحل البناء قصدك تعال شوف هاي دفعت الدفعه الثانيه الحين احنا وصلنا للمرحله الفلانيه في بناء العقار صح ولا لا صحيح 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 هذا المقصود نعم طيب خلينا نتكلم عن العقوبات يعني سمعنا عن عقوبات وغرامات لمخالفي هذا الموضوع ايش تتوقع العقوبات العقوبات حسب ما طلعنا عليها انه تبدا من انذار وتتدرج بغرامات ماليه تصل لنصف مليون ريال أو حتى شطب سجل المطور العقاري إلى مدة زمنية محددة يعني يكون الشطب 180 أعتقد يوم 180 يوم للتصحيح نعم صح 180 يوم للتصحيح يعني حتى هذه العقوبة يعني دعم لنفس المطور يعني حتى يحسس وضعه يصحح وضعه نعم هي تحسين يعني اليوم الإسكان هو عصب تنموي وحيوي اليوم العقاب ما هو للعقاب هو أكثر منه تنظيم ومحفز للمطور العقاري إنه يطور من نفسه ومن أهليته عشان يصل يعني للتطلعات والرؤية الطموحة اللي وصلنا لها اليوم. طيب أستاذ صقر دامك مهتم بالشأن العقاري وأكيد اطلعت على الموضوع الوحدات حاطة على بالي أقول لك مسكة خرائط بكل الوحدات اللي فيها فأقول لك أستاذ صقر يعني بحكم أنك مهتم بالشأن العقاري وأكيد اطلعت على الاستطلاع واطلعت على اقتراحات الأشخاص أنت من وجهة نظرك
إيش ممكن الأشياء اللي فعلا حتقولب هذا الموضوع بشكل جميل نظامي يسهم في تنمية السوق العقاري بشكل جميل، خصوصا بوجود الاستثمار الأجنبي والتواجد لجنسيات مختلفة، تخلي هذا التملك جدا سهل ومرن؟ أنت تتكلمين اليوم عن التملك بشكل عام أو نتكلم عن البيع على الخارطة؟ على البيع على الخارطة، لا على البيع على الخارطة بالذات. البيع الخارطة اليوم هو محفز اليوم لما صارت دخلت الحكومة ونظمت وصار الموضوع شفاف وواضح، وفي عقد يسمى بالعقد النموذجي أو العقد المعتمد، يعني اليوم تملك وأنت مطمن، اليوم الدولة واقفة معك إن شاء الله سنتين وأنت تملك منزل بسعر مناسب. ممتاز، وقف لي عند السنتين هذه. اي هذه نقطة، كنت سبحان الله كنت بسألك نفس السؤال والله استاذ، لأنه شوف مشروع زي هذا سبقتنا فيه يمكن مجموعة من الدول، احنا ضمانات عندنا ممتازة جدا ومشروع رائع صراحة، الواحد يتبادر إلى ذهن انه يدخل هذه المغامرة، ليست مغامرة طالما في حقوق محفوظة لك. شغلتين لازم تكون موجودة أعتقد بوجهة نظري، والسؤال موجه لك، أنه زي ما تفضلت سنتين ممتاز أني أنا أحصل على هذا العقار، لأنه في بعض المشاريع توصل لثمان سبع سنوات الواحد ينهك نفسيا حتى يستلم العقار. الشيء الثاني، هل الأسعار من أجل إنجاح مثل هذا المشروع تكون في متناول اليد؟ بالنسبة للمشاريع اللي مدتها طويلة هي مشاريع يعني سكنية، أتكلم أنا نعم سكنية، وتكون يعني كمساحات ضخمة ممتاز، وتكون يعني تستهدف فئة معينة. اليوم حنا ما نقول إن بنصل لأسعار منخفضة عشان ما يعني نكون ننقصه، ما هي بصحيحة. اليوم إن شاء الله حنا مع البيع على الخارطة حنا بنصل بإذن الله إلى أسعار عادلة تناسب كل فئات المجتمع. اليوم أنت تقدر تتملك وحدتك، يعني ما ودي أدخل بأرقام بس أعتقد إنه ممكن يعني تفرق إلى من 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 10 إلى 15% بتكون يعني أقل من الوحدات الجاهزة. الله يعطيك العافية، كل الشكر لك الأستاذ صقر الزهراني مهتم بشأن العقاري، شكرا جزيلا لك. طبعا والله شوفي أنا أقول لك هذا المشروع، شكرا لك أستاذ صقر، أنا صراحة هذا المشروع دائما أعتبر إنه مشروع محفز صراحة، لأنك أنت تختار العقار هم يعطونك اصلا تصور كامل للمرافق العامه الموجوده، طريقه التصميم في الوحده اللي انت تختارها، عندك خيارات اكثر في المساحات، فهذا شيء صراحه جميل يعني، واعتقد بانه كثير من الناس سيخوضون هذه التجربه طالما انه التسليم خلال سنتين، واعتقد انها بدات تهوجس في الموضوع من بعد ما اخذنا هذه. انا هوجس ابيع عليك بسعر كويس. مطور عقاري؟ إيه مجموعة مطورين في مطور. إيه هاي. طيب نروح فاصل لأن نستقبل الدكتور. طيب هو من المدينة ولا من الرياض دكتور؟ إيه طيب معنا الأستاذ الدكتور محمد الأحمدي، أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني من المدينة المنورة، حياك الله يا دكتور، يا مرحبا. يا مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله. يا أهلا وسهلا، مساك الله بالنور دكتور، يا أهلا وسهلا فيك. طبعا يعني الحمد لله على وجود هالفقرة الجميلة قاعدة تصحصحنا أول بأول. اليوم يعني موضوعنا من المواضيع الجميلة اللي احنا حنتكلم عنها ودائما نحرص عليها، خصوصا للناس مع تغير الجو الآن تحمسوا أكثر للمشي للطلعات انهم يبذلون جهد برا. اليوم موضوعنا جدا مهم دكتور، لما نتكلم عن سلامة الركبة. صحيح، واحدة من الأشياء المهمة جدا اللي يجب أن نأخذها بعين الاعتبار صحة الركبة خلال السنوات الأولى من العمر، تحمينا بإذن الله وتعطينا كفاءة عالية بالحركة والمشي وأمور الحياة التي نقوم فيها عندما نكبر. صحة الركبة مهمة جدا جدا. خليني أقول أكبر خطر على الركبة، وهذا اللي يجب أن نأخذها بعين الاعتبار، هي زيادة الوزن. زيادة الوزن وأخطر ما يمكن أن نقوم بإعطاء لهذه الركبة الرائعة جدا. أي زيادة في الوزن يزيد العبء والضغط على الركبة، أو بالتالي لن نستمتع في عمر 40 و50 و60. الركبة اللي يصير لها خلل في هذه المرحلة سوف تجعل الإنسان شبه مشلول في الكبر، لذلك جسم الإنسان أصلا يعتمد بشكل كبير جدا على هذه الركبة. الإنسان عندما يمشي نهى عبد العزيز على الأرض المستوية، الضغط الذي يحصل على الركبة 1.5، بمعنى لو وزنك 100 كيلو سوف يكون الضغط الحاصل على الركبة 150 كيلو جرام، 1.5.
لذلك الناس اللي عندهم زيادة في الوزن تخيلوا معي سوف يصعد الدرج أو ينزل من الدرج، الضغط الذي يحصل على الركبة مختلف تماما، العرض المستوية 1.5 ضعف، لكن أثناء الصعود والنزول من الدرج يتضاعف إلى 3-4 أضعاف الوزن، يعني نضرب الوزن ب3 أو 4 مرات، فالضغط كبير جدا على هذه الركبة. فأي زيادة في الوزن هناك مباشرة زيادة وعب وضغط كبير جدا على مفصل الركبة، سوف نخسر مفصل الركبة عندما نكبر. جميل. طيب خلينا نتكلم عن المخاطر التي تؤدي إلى إنهاك الركبة مع المرور الزمن، يعني طريقة الجلوس، تعرف احنا ربعا نحب نلعب بلوت واجد، يعني عرفت الواحد متربع إلى 3-4 ساعات في بعض، برضو طريقة جلسة حذرني منها واحد من الأصدقاء كان يعني سببت له مشكلة، اللي هي ثني واحدة من الركب تحت القدم الأخرى لمدة فترة طويلة، هذه بعد تسبب مشاكل. خلينا نتكلم ونتعرف على أبرز المخاطر. طيب تحدثنا عن زيادة الوزن، زيادة الوزن واحدة من أكبر المخاطر، رقم واحد زيادة الوزن سوف تنهك هذه الركبة. يمكن هذا يمكن الخبر السيء، لكن الخبر الجيد وهذا اللي أنا بقوله الآن، الخبر الجيد والرائع والأخبار السارة، انخفض الوزن سوف يقلل من هذا الضغط. فإذا أخفضنا 1 كيلو جرام من الوزن الزائد هذا ينخفض 4 كيلو الضغط الحاصل على الركبة، وهذا رائع جدا. بمعنى إذا أنا أخفضت 10 كيلو سوف ينخفض 40 كيلو على الضغط الذي يحصل على الركبة، فهذا أفضل ما يمكن أن يسمعونه في هذه الفقرة. الحاجة الثانية وأنت ذكرتها عبد العزيز، الخطر الآخر هو الجلوس. لا أعرف حقيقة أخطر من الجلوس على جسم الإنسان بما في الركبة، الجلوس قاتل. طريقة الجلوس يا دكتور، هو الجلوس بشكل عام قاتل. سوف أتحدث حتى على كرسي، يعني على كرسي، على كنبة، على أفضل كرسي ممكن تجده في العالم وأريح كرسي وأغلى كرسي، لا زال هو الكرسي القاتل، لا زال هو الخطر، الخطر الكبير لكل أعضاء جسم الإنسان. هناك 40 مرض مرتبط بالجلوس، بغض النظر الآن عن الطريقة الصحيحة ولا الخاطئة، كل ما كانت الطريقة خاطئة في الجلوس بيصير مشاكل أكثر. أنا أتفق معك، ولكن الجلوس بشكل عام خطر كبير جدا. الركبة سوف تتأثر بشكل كبير من الجلوس بغض النظر عن الطريقة. لماذا؟ لأن الجلوس سوف يضعف هذه العضلات. الركبة هي بين عدة يعني عظام، حقيقة 3 عظام، عظم الفخذ ثم عظم الساق وفي عظم صغير كذا من الأمام، هذا عظم الركبة. فالمفصل هذا، العضلات اللي حول المفصل إذا كانت ضعيفة صار العبء كبير على الركبة، بمعنى العضلات الداعمة هي ضعيفة، فبالتالي الركبة سوف تتأثر بشكل كبير والضغط عليها يصير خاص. طيب ما الذي علينا أن نفعله في هذه الحالة؟ أولا يجب أن نقلل من الجلوس، هذه قاعدة، الجلوس يجب أن نقلله. قلنا قاعدة الجلوس إن كل 30 دقيقة جلوس يجب أن نقطعها ب3 دقائق مشي، هذه قاعدة عامة، 30 دقيقة جلوس نقطعها ب3 دقائق مشي. قاعدة ثانية إن يجب أن نقوي عضلات الفخذ، خاصة العضلات الفخذ الأمامية، وهذه يجب أن نتبع تمارين المقاومة، تمارين مخصصة للعضلات الرباعية الفخذية، مهم جدا، هي التي تحمي هذه الركبة، بحيث أن العبء عندما أمشي ولا أتحرك ولا أنزل عشان أجيب شيء من الأرض وأثني الركبة، العضلة سوف تقاوم هذا الثقل، لذلك الركبة كأنها ترتاح تقول أوكي العضلة أعملي وأنا أرتاح. فالعضلات الضعيفة قاعدة، عضلة ضعيفة ركبة ضعيفة، عندما نقوي العضلة معناته أن الركبة أيضا سوف تكون قوية. فالقاعدة تقول الحديد، الحديد هي تمارين الحديد طبعا وهي تمارين المقاومة، الحديد سوف يجعل الإنسان فعلا حديد، ما هذه قاعدة، الحديد سوف يجعلك حديد، سوف يجعل المرأة أيضا حديدية. بعض النساء يعتقدن أن الحديد والله فقط للرجال، الحديد سوف يجعل جسمي مثل جسم الرجال، وهذا خطأ، سوف لن يغير من هذا الجسم بشكل كبير جدا، بل يقوي العضلات ويحمي الركبة بشكل كبير. لأن المرأة كمرأة
عندها عامل الخطر للإصابة بمشاكل الركبة أكثر من الرجال. لما في كتلة عضلية يعني يا دكتور. فقط كونها لا كونها مرأة فقط. 60-70% من إصابات الركبة أو مشاكل الركبة ترى عند النساء مو عند الرجال. الرجال أقل 40% تقريبا إلى 30%. لذلك الحديد والحديد والحديد. طب هذا ليش السبب يعني لأن عند النساء أكثر؟ إنه مثلا الأوزان زائدة لأنه الكتلة العضلية ضعيفة أو لا 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 في 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 جوانب لها علاقة في الجوانب الهرمونية خاصة عندما تتقدم في العمر يتغير هرمون الاستروجين. أيضا هناك عوامل بأن الكتلة أصلا الكتلة العضلية عند الرجال أكبر من الكتلة العضلية عند النساء. أيضا لها علاقة بالعظام وتكوين العظام كثافة العظام أعلى عند الرجال مقارنة عند النساء. فكل هذه العوامل تجعل المرأة في خطر أكثر من الرجال بما يخص مشاكل الركبة. طيب دكتور الآن اللي يسمعنا وتكون عنده زيادة في الوزن في نفس الوقت إحنا يعني حذرين في موضوع مدى الضغط اللي يكون على الركبة وعنده استعداد إنه يعمل رياضة ومشي، وش الآلية اللي يعني أبدأ فيها من غير ما يأثر الوزن اللي أملكه الآن والزيادة اللي أملكها الآن على أي نشاط أعمله للركبة؟ أخاف أبدأ نشاط وبكل قوة ألاقي نفسي يعني خربت الدنيا كلها وتأثرت الركبة عندي. صحيح صحيح. رقم واحد لا يمشي، لا يجري، لا يهرول، لا يروح للسير المتحرك أبدا. هذه الأنشطة تأثيرها سيء وسلبي على الركبة، يجب أن يتجنبها. يسمى الهاي امباكت اكسرسايز أو التأثير العالي على مفاصل القدم بما فيها الركبة، يعني الضغط عالي جدا، هذه يجب أن يتجنبها. حتى لو كان مشي سريع خاصة في بداية زيادة خفض الوزن هذا مهم جدا. 70-80% يجب أن يعتمد على الحمية الغذائية. الحمية الغذائية بكل بساطة قلل كمية الطعام، قلل كمية الطعام، الطعام اللي عندك كل شوية فقط، يعني بكميات بسيطة جدا. يعني أنا انعزمت على مفطح ما أقول لا والله إني أنا على حمية، لا بالعكس أبغاك تأكل من هذا المفطح، لكن كل كمية بسيطة من اللحم رائع جدا، هذا بروتين. كل كمية بسيطة من الرز وهذا كربوهيدرات رائع جدا، خذ لك موزة برتقالة تهينا. هذا الحمية بكل بساطة، يعني ما نبغى نصعبها على الناس. الحمية هي تقليل الطعام وليس أني أنا أمتنع عن ما يؤكل أمامي وأصعبها على نفسي وأقول بس أسبوع وبعدين أتوقف. لا، ندمجها بسلوك الحياة. أنا أكل أي شيء أكله لكن بكميات بسيطة، وأهم شيء يكون أيضا صحي. إذا الحمية هي الأساس في خفض الوزن وليس ممارسة النشاط. ممارسة النشاط أنا أبغى الحديد المقاومة. لين ناكل لين يتوقف النفس، هذه إشكالية كبيرة. عبد العزيز أنا أقول تمارين المقاومة مهمة جدا ثابتة، هذه يجب أن تكون ثابتة. تمارين المقاومة ثابتة للجسم كامل وبما فيه الجزء السفلي. ليه؟ لأن أنا أبغى أحمل أنا الركبة. كل ما قويت العضلات اللي حول الركبة كلما كانت الركبة رائعة جدا وقوية. العضلة القوية ركبة قوية، قاعدة هذه والعكس صحيح. الحاجة الثانية التمارين التي تحتاج إلى تقوية فرضا الجهاز القلبي الرئتين، هذه مهمة جدا. تمارين المقاومة والحديد قلنا ثابتة، أضيف لها تمارين الهوائية. إحنا عندنا ثلاثة أشياء ذكر واحد منها عبد العزيز، السباحة. ما عندنا مسابح، ما أقدر أشترك في، ما عندك إشكالية في دراجة ثابتة، في الأوبتيكال أو يسمى بعض الأحيان أعتقد أنه الغزال الطائر، بحيث إيش إن هذه الثلاثة السباحة ركوب الدراجة الثابتة وأيضا الغزال الطائر أو الأوبتيكال، هذه تحمي الركبة. ليش؟ لأن ما في ضغط كبير جدا على مفصل الركبة، فنحن نمارس النشاط البدني وناخذ فوائد النشاط البدني ونتقي ونتجنب أي شيء سلبي كما ذكرت نهى يأتينا من ممارسة النشاط البدني. لأن الرقم واحد والأساس في ممارسة النشاط البدني هو الأمن والسلامة. إذا كان يسبب لي إصابة أنا يجب أن أتجنب النشاط البدني. لذلك هذه اسمها وصفة النشاط البدني المخصصة للناس اللي عندهم مشاكل في الركبة. تعرف يا دكتور، تعرف أنه يعني أنا أعرف ناس من المقربين أو الأصدقاء خلينا نقول تعرف أنه يفتقد
لجزء كبير من متع الحياة بسبب أنه عنده مشكلة في الركبة؟ صحيح. حتى على مستوى العبادات حتى يفقد، خليني أقول لك ما بالغ 60% من متع الحياة بسبب إهماله لموضوع الركبة، طلعته مع الدراج، جلوسه، قومته، قعدته. فهذا موضوع ترى مهم يا دكتور. جدا مهم، جدا مهم. يجب أن نحافظ على هذا المفصل البسيط اللي نعتقد أنه بسيط ولكن هو محوري وحقيقة يؤثر على جودة الحياة. صحيح. بشكل كبير. صحيح. جدا. مثل ما ذكرت، يمكن ذكرنا الجلوس، قلنا بشكل عام الجلوس عبد العزيز قاتل وقاتل للركبة، لكن أيضا طريقة الجلوس أيضا في إشكالية. إذا الجلوس قاتل بشكل عام، لكن أيضا التربيعة أو الجلوس بلوت على الأرض أو نعم لفترات طويلة، ترى على فكرة التربيعة نعم إذا لفترات طويلة سوف تدمر الركبة. المشكلة أنها أيضا تسوي انحرافات قوامية في الركبة، بمعنى الشكل التشريحي للركبة سوف يتغير، وبالتالي حتى المشي الطبيعي سوف يتغير، وبالتالي الركبة سوف تتأثر مع مرور الوقت. يعني جلسة واحدة في يوم واحد لن تتأثر الركبة، لكن نحن نكرر هذه الجلسة لأيام لسنوات، وبعد فترة زمنية طويلة نجد أن الركبة تغير شكلها التشريحي، وبالتالي القوامي تسمح لي بس، وبالتالي خلاص كذا دمرنا هذه الركبة. الحين في بعض الناس مثلا جسمه صحي لا بأس، وزنه كويس، بس بدأ يلاحظ مثلا طقة الركبة هذه، هل هي مؤشر ل سؤالك رائع جدا، لبداية يعني وعكة تمر بها الركبة؟ سؤالك جدا رائع، شكرا على هذا السؤال. شكرا. الآن أبغى السادة المشاهدين والمشاهدات يركزون في هذه النقطة. 90% من الأصوات اللي نسمعها في الركبة عندما نثنيها، فرضا نحن نصلي عند الثني ولا الرافع، نجد هذا الصوت نسميه طقطقة إيش؟ طقطقة الركبة. 90% ما في إشكالية، الصوت هذا قد يكون هناك فقاعات هوائية في السائل الزلالي اللي في الركبة، ما في أي إشكالية 90%. لكن إذا كان هناك ألم في الركبة مع وجود هذه الطقطقة، هنا يعني أن هناك مشكلة صحية في الركبة، الركبة غير سليمة، الركبة سوف تعاني، هناك مشكلة ويجب أن نراجع الطبيب ونكشف ونفحص ونعرف ما هي هذه المشكلة. هذا واحد، إذا كان هناك ألم بالصوت الذي يخرج من هذه الركبة. ثانيا، إذا كان في تورم أو التهاب أو انتفاخ في الركبة وفي صوت، إذا هناك مشكلة في الركبة. دائما خلاصتها، إذا في صوت في الركبة ما عندنا إشكالية، لكن إذا كان هناك ألم وكان هناك انتفاخ أو تورم، إذا هناك في مشكلة صحية ومؤشرات نعم صحية في خاصة لهذه الركبة، يجب أن نراجع فيها الطبيب. دكتور، هل تنصح وقت عمل الرياضة لما يكون في ألم في الركبة توقف ما تستمر؟ على حسب الألم، يعني عادة الناس يخلطون بين الآلام العضلية وآلام المفصل، يفترض المفصل ما في أي ألم، لكن بعض الأحيان تجي الآلام في نفس العضلة أو وتر العضلة، فيعتقدون أن المشكلة في الركبة. لا، يعني مثل الدراجة الثابتة، أعطيك مثال، الدراجة الثابتة تحتاج إلى مقاومة كبيرة من عضلات الفخذين. الناس يتوقفون يقول والله ركبتي عورتني، حقيقة الركبة ما لها دخل المفصل، ما يعورك الركبة ليس لها ألم في الدراجة، المؤلم هي العضلات التي تعمل أو الوتر الذي يكون ينتهي بالعظم الموجود في الركبة، فهذه قاعدة. جميل. يعني موضوع مهم دكتور، أنا أقول يعني وأعيد وأكرر بأنه لابد أن تحمي ركبتك إذا بدأت المؤشرات عندك تدق ناقوس الخطر، خصوصا إذا تقدمت في العمر، وصل عمرك إلى 50-55 وأنت لا تمارس الرياضة، هي التي ستحملك في يعني هذا العمر. حاول قدر المستطاع أن تقيها وأن تحافظ عليها، بخصوصا بموضوع الرياضة وأيضا تخفيض الوزن. شكرا لك على الموضوع الجميل أستاذ الدكتور محمد الحمدي، أستاذ فسيولوجيا. شكرا لك. شكرا لكم البديل. شكرا. طيب، مستمرين معكم، ما زال في مواضيع إن شاء الله في ثنايا هذه الحلقة، لا تروحون بعيد، فاصل قصير.
حياكم الله من جديد. عاد هذا النقل جاء في وقته يعني بعد صلاة الجمعة عادة الناس يتقهون ونتكلم عن التميرات. الحين عاد بنروح لمعقل وأجمل منتوجات التمر من بريدة. شهد مهرجان التمور ببريدة تفاعلا واسعا وعالي النطاق، وذلك لما يمثله من أهمية عالية، حيث يعتبر مهرجان التمور بريدة من أشهر المهرجانات المتعلقة بالتمور. طبعا التفاصيل مع زميلنا، لكن قبل ما نروح المؤيد، نوها أنت قد زرتي مهرجان التمور في بريدة كثير؟ يا الله شاركنا الحديث يا مؤيد. رحتي له كم مره نوها؟ رحت له مره ومره ما تنسي. بس يقولون مهرجان عالمي جدا، مش طبيعي يعني. جدا اصلا تشوف الجنسيات اللي حاضره والناس الزائرين اللي جايه من كل الدول العربيه والغير عربيه. طيب مؤيد، ننتقل لك الصوت والصوره لك. طبعا انا اعتقد بان سمعت، انا ما قد زرته والله، نوها زارته، سمعت انه يعتبر من المهرجانات العالميه، ولكن هل فعلا اسعاره مرتفعه؟ تفضل يا مؤيد. نعم. مساء الخير عبد العزيز، مساء الخير نهى، مساء الخير على كافة مشاهدي القناة السعودية وبرنامج من السعودية. يعد كرنفال تمور بريدة وكرنفال بريدة للتمور واحد من أضخم أو أكبر وأضخم مهرجان تمور في العالم. السنة هذه بالتحديد وحسب الدكتور حديث الدكتور خالد انقيدان بأنه أكثر سنة اعتدال في عملية الأسعار داخل السوق. خلونا ناخذ تفاصيل أكثر عن كرنفال بريدة للتمور مع أمين اللجنة العليا لكرنفال بريدة للتمور الدكتور خالد انقيدان. دكتور خالد، أمسي عليك بالخير. أهلا وسهلا، حياك الله. أهلا وسهلا، عطنا تفاصيل أكثر عن كرنفال بريدة. طبعا كرنفال بريدة للتمور ولله الحمد الآن وصلنا منتصف هذا الشهر، وصلنا للمرحلة الثانية وهي مرحلة الخرفة الثانية أو القطفة الثانية للتمور، باستمرار لكميات تمور ترد إلى سوق، كميات كبيرة ولله الحمد. يعني نقول أكبر كرنفال للتمور في العالم، محط أنظار الجميع من الزوار ومن كذلك المزارعين الذين يردون كميات تمور ترد إلى هذه مدينة التمور في بريدة. طيب إيش المستجدات والمستحدث في هذه النسخة؟ طبعا مسمى كرنفال بتوجيهات من صاحب السمو الملكي أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، لأن ما يتم داخل هذا الكرنفال يستحق أن يسمى بكرنفال وليس مهرجان كما كان يعتبر أو كما كان يطلق عليه سابقا. كمية التمور المعروضة، الزوار اللي يريدون إلى السوق، الفعاليات الضخمة التي تصاحب هذا الكرنفال، وبإذن الله لا عاد في وقت سبتمبر إن شاء الله ستبدأ هذه الفعاليات. انطلقنا من 1 أغسطس، حاليا في مرحلة مثل ما ذكرت منتصف الطريق. ما شاء الله تبارك الله، 16 يوم من بدأ الكرنفال. إيش الفعاليات المصاحبة في سبتمبر القادم؟ طبعا سبتمبر القادم بإذن الله تعالى انطلاق فعاليات الكرنفال، وهي تختص بالفعاليات التراثية التي تهتم أيضا بالأسرة وبالطفل وبتعليم الجيل الجديد ما كان يفعله أبانا سابقا وأجدادنا حيال التمور والحصاد والقطف أو خرف التمور في ذلك الوقت، آلية الحفظ، آلية جني الثمار في ذلك الوقت، بالإضافة إلى الألعاب الشعبية التي كانوا يقومون فيها الأطفال في ذلك الوقت، إضافة إلى المسابقات التي تتم على النخيل وصعود النخيل في الأشياء الجديدة هذا العام إن شاء الله. الخدمات الذاتية، خلنا نرجع للسوق، الخدمات الذاتية، الخدمات الإلكترونية اللي أضيفت هذه السنة للكرنفال، عطني فكرة عنها دكتور خالد. طبعا هذا العام بتوجيه من معالي وزير البيئة والزراعة والمياه وبتطبيق المركز الوطني للنخيل والتمور، تطبيق النظام الأسواق الموسمية هنا. طبعا هذا النظام جدا يعني يسعى لربط العلاقة التعاقدية ما بين المزارع والتاجر والمسوق. لكي يكون هذا النظام فعال يجب أن يكون في أدوات للنظام كما هي موجودة، الخدمة الذاتية، يستطيع أي تاجر أو مسوق أو مزارع الدخول على هذا البرنامج من خلال عدد من نقاط البيع أو من خلال عدد من النقاط اللي وجدت داخل الساحات وبالمدى
الداخل للقيام بعملية التسجيل الذاتي إذا يرغب كتاجر أو كمزارع أو كمسوق لبدء عملية البيع والشراء داخل هذا السوق، إضافة إلى وجود مساحات للضيافة تقدم فيها القهوة والتمر وكذلك الأكلات الشعبية والمياه، هذا مجانية موجودة داخل ساحات ومضافات السوق، كما يقوم أيضا الدلالين أو المسوقين بوضع أماكن خاصة في داخل الساحة لخدمة الزائرين والقادمين إلى هذا السوق. دكتور خالد، إذا ما تحدثنا عن فرص العمل في السوق، كيف تشوف السنة هذه؟ أنا قرأت أنها تزيد عن أكثر من 4000 فرصة. نعم، فرص العمل طبعا إذا تكلمنا عن سوق يرد إليه أكثر من 2000 سيارة و2200 في قمة الموسم، احنا على وشك نصل لهذه الأرقام. هذه تحتاج إلى يعني عمل أيضا خارج السوق، ليس داخل السوق فقط. المسوقين لديهم محرجين، أعداد من المحرجين على ظهور هذه السيارات يقومون بتسويق لهذه السيارات. ساحات التصدير تعج بالشباب اللي يقومون بعملية النقل والشحن وعدة التغليف لتصديرها إلى خارج بريدة كمنطقة القصيم، مناطق جميع مناطق المملكة تزورها، إضافة إلى عملية الشحن اللوجستي والدعم اللوجستي لداخل السوق، إضافة إلى وجود شباب تقوم بعملية النقل مباشر. لما تبحث تذهب إلى بيتك وتحتاج كمية سيارتك أحيانا لا تستوعب الشباب موجودين. الأسر المنتجة في بيوتها تقوم بأعمال كبيرة جدا، عملية فرز التمور، عملية يعني وضع الحشوات اللوز والبعض الأشياء اللي هذه كلها تقوم فيها الأسر المنتجة داخل هذا السوق. الأسعار السنة هذه بالنسبة للتمور كيف شايفها؟ أو كم متوسط الأسعار؟ طبعا هذا العام الحمد لله، أولا الكميات والجودة، كميات عالية جودة جدا عالية والحمد لله، والجودة التمور ذات الجودة العالية أسعارها كما هي، التمور الأقل أكيد تكون أسعارها أقل، لذلك السوق متوسطه أقل من سعر العام الماضي وأكثر كمية من العام الماضي، أقل أسعار أكثر كمية. دكتور خالد، أخيرا مستقبل السوق كيف تشوفه؟ طبعا إذا كنا نتكلم عن مستقبل السوق، عندنا يعني إنتاج المملكة لديها إنتاج 1,600,000 طن تنتج القصيم وبريدة، يعني بالذات عندها 50% من إنتاج أو يباع 50% من الإنتاج هنا، فهذا يدعونا إلى أننا زيادة المصانع يجب أن تكون مجهزة على الاستعداد للتصدير. و شكرا لكم والله يخليك. دكتور خالد، شكرا للدكتور خالد انقيدان كان متحدثا عن كرنفال بريدة للتمور. عودة لك عبد العزيز ونا. شكرا لك زميلنا مؤيد من بريدة متحدثا عن مهرجان وكرنفال التمور. طيب حنروح لإنجاز ومشاركة دولية للمنتخب السعودي يعانق العالمية. في أول مشاركة للمنتخب السعودي في أولمبياد المواصفات الدولي، كعادتهم طلابنا المميزين تركوا بصمة عالمية وحصدوا فيها الميدالية البرونزية وجائزة الشرف لمشاركة 200 طالب وطالبة مثلوا عددا من الدول، ونبارك لنا ولهم فوزهم في هذه الأولمبياد. طبعا احنا حنستضيف في هذه الثنايا طالبين فائزين بجوائز، الأول الطالب ريان الجهني الفائز بالميدالية البرونزية وفي أولمبياد المواصفات الدولي، وأيضا الطالبة سارة الدهمشي الفائزة بجائزة الشرف في أولمبياد المواصفات. حياكم الله يا سارة ويا ريان، يا مرحبا، ألف مبروك. السلام عليكم. عليكم السلام. السؤال موجه لك يا سارة والريان، البداية من عندك يا سارة، إيش شاركتوا فيه في هذه الأولمبياد؟ أعطونا فكرة. في هذه الأولمبياد إحنا أول شيء بدينا باللقاء الترحيبي. طيب، وهو كان ترحيبي ويعرفونا ويوضحون كيف كان الاختبار، طيب، وكيف راح تكون المسابقة. وبعدها في بداية المسابقة اليوم الثاني كان 8 ساعات وراء بعض، والموضوع تم اختياره من قبل لجنة التحكيم. طيب، احنا الميدل سكول المتوسط كان موضوعهم smart devices performance test criteria and related test methods for speech recognition systems، وهذا موضوع يعني تقني علمي.
اوكي وتم عرضه واعطونا فاست بيس كويشنز واعلن نتائج بنفس ثلاث يوم اللي هو اليوم الاخير والحمد لله احنا فزنا بالاونربل منشن وايوه الحمد لله مبروك 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 تستاهلون. خليني انتقل لك ريان. ريان وش كانت مشاركتكم والمراحل وفتره التدريب والمتابعه؟ طبعا بدانا قبل ثلاثة اشهر تقريبا في شهر 5 تم ترشيحنا من مؤسسة موهبة بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. تم ترشيح الطلاب بالتحديد المشاركين في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي. أجرينا اختبار إلكتروني ثم أجرينا ملتقى حضوري في الرياض ثم أجرينا تدريب إلكتروني للمرشحين النهائيين. ثم بعدها توجهنا لكوريا الجنوبية وتمت المسابقة هناك خلال 12 شهر. مشاركتك ريان؟ أنا كنت في عضو في فريق ثانوي البنين وحصدنا على ميدالية برونزية الحمد لله. كان الموضوع عن الذكاء الاصطناعي للمرحلة الثانوية. جميل. هذه كانت المشاركة لكم سارة وريان؟ أي كنا ثلاث فرق. كان فريق للثانوي البنين، فريق ثانوي البنات وفريق متوسط للبنات. جميل. طيب أنا أبغاك توصفين لي شعورك يا سارة الحين لما حصلتوا على الميدالية البرونزية، كيف كانت فرحتك؟ كيف كانت فرحة الوالدين الله يحفظهم يخليهم لك؟ كيف كان هذه النشوة بالفرح؟ والله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ما في أحلى من طعم الفوز أول شيء، وخاصة إذا كانت المشاركة الأولى المملكة العربية السعودية ويعني يتم الفوز فيها، وهذا شعور عظيم لا يمكن يعني يوصف ابدا. طيب وان شاء الله هذا الفوز الاول ليس الاخير. ومع كافر. امي وابوي كانوا مره مره يعني كانوا معك ولا استقبلوك في المطار يا ساره؟ عائلتي استقبلوني بالمطار بس ماما للاسف ما قدرت تجي، فلما جيت الجبل استقبلتني بعد الحمد لله. سنة كلنا بكينا انا الحين رايحه اول ثانوي ان شاء الله. الله موفق يا رب. وانت يا ريان خبرنا عن فوزك، عن رجعتك، طموحك الجاي كيف حيكون؟ الحمد لله يعني الشعور لا يوصف، يعني يكفيني اني رفعت رايه التوحيد في محفل دولي الحمد لله. يعني هذا اقل شيء نقدمه للوطن الحمد لله. طب احنا نبغى زي ما قالت ساره تقول مش الاخير، وهذه الثقه تعجبني. يعني انت بالنسبه لك برضو يا ريان نفس الشيء، انت توك في مقتبل العمر، ايش الطموحات القادمه بالنسبه لك ساره؟ انا صراحه طموحي الجايه ان اشارك بكل other olympiads in different fields انا يعني انا I'm interested in، وطبعا تحقيق المراكز الاولى. انا كفتاه سعوديه ودي احقق مراكز الاولى في اولمبياد كثيره. طيب وارفع راية التوحيد. اي من اللي صحح لك؟ تعالي ساره تعرفي تعرفي من اللي قاعد يصحح لك؟ ماما قاعد تصحح. انت تبي راعتي تقول راية صح؟ الله يخليها لك يا رب. زي كملي يا ساره ان شاء الله يا رب. اي وارفع راية التوحيد في كل الأولمبياد انا اشارك فيه. وطبعا انا يعني بشكر يعني امي اول شيء، امي وابوي الله يحفظهم، والله موهبه ما قصروا معانا. وطبعا بعد هيئه المواصفات والمقاييس هم اللي دربونا ان كيف نكتب المواصفات والمقاييس والمعايير. ممتاز. وايضا وزاره التعليم اهم شيء، وانتم قناه الاخباريه السعوديه. كويس امك ما صححت لك المره بعد. شنو قالنا راح يكون على قناة الإخبارية؟ كلها عينين براس يا سارة، كلنا قنوات سعودية. أي قناة كل قنوات صحيح. الحمد لله. يعني شكرا على دعمكم، وهذا يعني والله حفزنا أن أنا بالذات بعد أستمر وحقق إنجازات أخرى كبيرة إن شاء الله. بإذن الله، وهذا اللي ننتظره منك يا سارة. وأنت يا ريان وش توعدنا فيه بإذن الله خلال الأيام الجاية؟ بإذن الله أن هذه الميدالية ما تكون إلا مجرد بداية لمسيرة العلمية بإذن الله. وأنتم فخر أكيد بكل ما تقدمونه للوطن من علم ومعلومات، ودام الوالدة تسمعنا يا سارة أقول لها خليك ورا سارة لحد ما تطلع لنا بالميداليات الجاية بإذن الله. لازم سارة المرة الجاية سلامنا طبعا الوالدين، والدين ريان وسارة الله يجعلكم ذخر لهم. ويعني هم ما وصلوا لهذه المراحل إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ثم بدعمكم لهم. سارة وريان الجاية
بدأ شفت أثرت يعني سارة صرت أنا أغلط زيك. الجاي أفضل الجاي أفضل إن شاء الله وأجمل. وإحنا معاكم دائما لا تشكرون لأن إحنا معاكم في كل حدب وصوب وفي كل زمن ومكان طالما أنتم ترفعون راية الوطن في كل محفل. شكرا سارة الدهمشي وشكرا ريان الجهني وألف مبروك لكم مجددا. طيب شكرا يعطيكم العافية. يعافيك يا رب. إحنا حنروح فاصل قصير نرجع لكم لا تروحون بعيد. ها وشو نختم شكلي أنا مستانس. طيب إحنا وصلنا نهاية حلقتنا. كنت أتوقع أنه الوقت يعني صراحة الوقت ممتع معاكم ولكن وصلنا للختام. موعدنا يتجدد معكم إن شاء الله. اللي كنا بنقوله بنقوله بكرة يعني بإذن الله. بإذن الله إحنا مستمرين معكم بموعد جديد بكرة في كل ما تحبون بإذن الله. فمان الله.